ها مريوم حبيبي، يخبرني ومنصدم بين ضايج ودور مشكلة. لا راح سايرة اليوم، شي يقول أقول له حاضر. يلا روح هسه شوية ويوصل. باي حبيبي. هلا حبيبي. شو وقت تقول لي ليش بيك الاثنين؟ ايش بيك؟ ما بيش. ماشي. مرة واحدة ايش بيك تقول لي؟ اي طبعا ملتهي بالتليفون. اي طب قلبي قلبي. عادي لا. لا ضلي قلبي. ماكو مشكلة. ممكن تحكي لي ايش فيك؟ من شنو ضايج؟ اللي من مطي لايك؟ هو بقى واحد بالعراق اقدر انطي لايك. اصدقاء الجامعة بلوك، قرايبي بلوك، الفنانين العراقيين بلوك، المشاهير بلوك، واخويا لما عايش وياي بالبيت واستحي منها مشان طيته بلوك. شنو مطي لايك لاحمد الساقة؟ الحصان مالته احسن مني؟ لو لين شيت بالشط. لا الموضوع مو هيك شيء. لا شنو؟ عاجبتك الشامة مالته؟ ترى اقدر اسوي سبع شامات، هم للحسد وهم صار شبه. هو اكو كلب سبع شامات. اكو عذاء 43. راح اشيل اللايك. شي فيك بعد؟ شافها السقه. زين الغي حسابي. ايه حتى تقولين علي متعصب ومقيدني وما مطينا حريتي. انا اصلا كره السوشيال ميديا وهي كلمه ما تصير اثنين، ارد الغي حسابي. يعني شنو تكسرين كلمتي؟ خب قلي لي اموت. استاذ اعتقد هاي مالتي. اسكت من العالم. طبعا اسكت لان حرجتك ولميت عليك العالم وخجلتك. هسه تلغيني الانستغرام، مو كل مره تقولين الغي وما تلغي، هسه تلغي قدامي. اي هسه الغي. خلي قلبي قبل لا تلغي. لا ايدك ما تمتها على تليفوني، انت مو تريد الغي راح الغي. يلا يلا الغي. إيه بس عندي فكره، شنو رايك نبقيه وانت تديره؟ اي ونكتب بالبروفايل لقد تم تغيير الاداره، انتظروا حسابنا بحلته الجديده، واول يوم اللايكات مجانيه، اي واحد ينزل نطي لايك، مو هو مطعم. هسه يا حبيبي يا عمري، انت مشكلتك مو بالحساب، ممكن تحكي لي ليش ضايج؟ يدور حجه غير؟ ادور تركز. صيفي ما طول الشتاء جاينا. اوف العالم، احكي وياي يا حبيبي. إيه اليوم دقيت عليك الظهر؟ اي. اي دقيت عليك الظهر؟ اي. وما لقيت انتظار. هذا شيء زين. لا هاي كارثة، حبيبتي معقدة ما تحكي ويا أحد. يعني ما حد دق علي، ايش اسوي؟ رجاء رجاء بلا تبرير، وين اول ما عرفتك؟ بالتسعة بالليل يلا اقدر احصلك. طبعا كانوا عندي اصدقاء وكانوا عندي صديقات كلهم طفروا من وراك. يعني قصدك انا بالمشاكل. زين اطلب شيء. اي عنده هواي طلبات وهواي شروط لازم تعرفيها. اطلب شيء ناكل. تعلين صوتك عليه. اطلب شيء ناكل. تنصين صوتك عليه. باوع انت من تريد المشكله تسويها وانا ما معلي صوتي. انا اسوي مشاكل؟ ما صارنا ثلاث ايام مصافين واي مشكله ماكو بيناتنا؟ طبعا لان صار لك ثلاث ايام بربيل، اول ما رجعت سويت مشكله. رجاء انا اشتي كافي، انا اصلا تعيس وما عندي اي سعاده. ما انا اعرفك، انا ما شفتك منزل هذا الستوري، عرفت تدور مشكله. بس خلي ولا حرف. بس شلون هالستره تخبل؟ ها تخبل انت المو سعيد، انا المو سعيده. أنا أصلاً ما أقدر أركز بعلاقتنا. بعد بالغ، قولي فكرت بالانتحار. زين قبل السفرة بأسبوع مو كانت ماكو أي مشكلة بيناتنا؟ طبعاً ماكو مشكلة، لأن شفت بالفاتحة مال خالي ثلاث أيام ورجعت بالسبعة. رجعت بالسبعة؟ أنت مو قلتي لي بثمانية؟ جاي تخونيني عشتي؟ بس افتهمني. ويا ما جاي تخونيني عشتي؟ بس افتهمني، رجعت بالسبعة يعني باليوم السابع مال الفاتحة، والفيسبوك يمك تقدر تشيكه، إذا ما تشوف اطلع منه. خب قلي له فوت. هاي قوية. خير أنا ما أحكي. هاي قديمة. زين حبيبي اشرب شي بارد، ابتسم، هدي اعصابك. خلي راسك بين ايدي، اشتي السهر، لا تغيرين الموضوع. يا موضوع. موضوع؟ يا موضوع. ذكرت ليش من ادز رساله على الواتساب ما يطلع لي صح انزرق، انا ما يطلع لي صح؟ يعني كلامه مو صح، يعني ما تحترميني اشتي. لا حبيبي احنا متفقين، انا قلت لك راح اشيل اخر ظهور حتى من احكي وياك واكون اونلاين ما اضطر اجاوب كل اللي مراسليني. ماشي نجوى كرم. تتذكرين قبل ست اشهر؟ ولك يا ست اشهر، انا البارحه شتعشيت ما اتذكر. احسن. تعاركنا، نمت قعدت لقيت 20 رساله محذوفه، ايش كاتبه اشتي؟ انا زباله اشتي؟ انا مو محترم؟ انا طايح حظ؟ انا ماذيك وما احبك؟ اذا هيك ماكو داعي نستمر اشتي، شكرا. لا لهنا وتسكت. لا تعلين صوتك علي. اعليه. مو ايش راح ازعل؟ ازعل. واغلق تليفوني. اغلقه. واطلع اسهر ويا اصدقائي. اسهر. واكو بناتي هناك. روح. وانا شيطاني قوي. عادي. شوفي متغيره، وين قبل اذا اعطيك صوره يمثل لاجه تغارين. كافي. ايش فيك؟ انا اصلا تعبت نفسيتي، وبعد ما اتحملك، وش تريد تسوي سوي؟ وين رايحه؟ الو زعلت احجز رتب
سفرة لبيروت بدون توقف. شبيك دخلها وياك، ايش قد حقير. خب قل لي موت.